معنا أيضا بمتابعة الحالات الخطيرة. وهو المخصص لمرضى كورونا في إطار تعظيم الجهوزية والاستعداد التي تقوم بها وزارة الصحة وفق الخطة التي وضعتها للتعامل مع الجائحة. هذا المستشفى به سعة سريرية 218 سرير، منهم 56 سرير للعناية المكثفة. هذا سيعطي الفرصة أمام الطواقم الطبية للتعامل مع الجائحة دون أن نفقد خدمات أخرى بسبب الجائحة، وبالتالي هذا الأمر سيكون وهذا المستشفى سيكون رافعة لخطوات وزارة الصحة نحو الاستعداد والجهوزية لمواجهة الجائحة والخاصة في الموجة الرابعة. بالتأكيد هذا المستشفى سيكون هو المستشفى الرئيس لاستقبال مرضى كوفيد-19 وخاصة من الحالات الخطيرة والحرجة، بالإضافة إلى الأقسام المتواجدة في مستشفيات قطاع غزة. هذا المستشفى كما قلت سيكون عبارة عن إضافة نوعية لخدمات كوفيد-19 في داخل قطاع غزة، وسيعطي فرصة أمام وزارة الصحة للتعامل مع الجائحة بالتوازي مع تقديم الخدمات الأخرى للمواطنين.